بالنسبة لآخر جزئية من المغرض أو آخر جزئية من شغل الـ Service Facilities in General، هنتكلم فيها عن الـ Treatment System. Treatment System هو مبدئيا حتى شغل الـ Separation هو جزء من الـ Treatment System، لكن ده كلام in depth شوية عن الـ Treatment System. طيب دي شوية consideration بالنسبة للفاكتورز. نمرة واحد اللي هي الإمولشنز، تكلمنا كثير عن الإمولشنز في الجزء الجاي، السلايد الجاي هنتكلم عنها أكتر، لكن التايتنز بتاع الإمولشنز very important بالنسبة للديزاين بتاع التريتمنت سيستم. لازم نكون عارفين اللي هي الكومبوننتس بتاعت الإمولشن في حد ذاتها، هل هي emulsion due to مثلا البرافينز، ولا هل هي emulsion due to بس الإفكت بتاع الـ oil and water أو الـ water الـ oil and water أو الـ water in water and oil. برضو عندنا other factors اللي هي الـ specific gravity، الـ corrosiveness بتاعت الـ crude oil، بعد ذلك الـ scaling tendencies. scaling هو البوسيبيليتي بتاعت البريسيبيتيشن، مش النورمال بريسيبيتيشن بتاع الساند مثلا، لا البريسيبيتيشن بتاع المينرالز اللي هي فور اكزامبل مثلا Na بلس بلس سي اي بلس بلس او اي سوليدز انسايد البور سبيسز. بعد ذلك الكوانتيتي بتاعت الفلويد نفسها، البرافين فورمينج، برافين فورمينج طوالي ممكن نربطها مباشرة بالإمالشنز او ممكن تكون هي جزء من المشاكل الثانية الخاصة بالبرافين. بعد ذاك البريشر الاكويبمنتس اللي هي السيفتي فاكتورز، واخر شيء هي السيلز اوتلت بتاعت الاويل او بتاعت البروديوس جاز. السيلز اوتلت اللي هي انه احنا هنبيع الزيت ده بكم، زي تذكروا في اول محاضرة كان اتكلمنا عن انه ريكويرمنتس بتاعت الريفاينريز او الاكسبورت دايما كلها ديبند على الفاليو بتاعت الاوتلت، وبرضو على الافيلابيليتي بتاعت السيلز في حد ذاته. بالنسبه للمولشنز، المولشنز عموما هو فيزيكال فورميشن لتو اميسيبل فلويدز، يعني عندنا تو فلويدز cannot be formed together أو cannot be interacted together chemically، لكن بيقوم يحصل لهم immiscible formation بيخليهم أشبه بأنهم يكونوا single mix أو single fluid على الرغم إن هما actually not. For example the oil and water، الحاجة اللي بتخلي العملية دي تحصل هي اسمها emulsifying agent. emulsifying agent هو ممكن يكون عبارة عن small solid particles أو بارافينز أو أسفلتينز أو أي agent عنده الإمكانية إنه يعمل disperse للdiscontinuities بتاع الويل أو الوتر. القصة بتكون وين مثلا؟ for example إنه عندنا large fluid of أو large formation of water for example، بعد ذاك حصل لها أي اي disperse due to sand particles for example او due to asphaltene particles، فده هيقوم يتسبب في انه يحصل breaking للوتر دي. البريكنج اللي بيحصل ده بيقوم بيخلي انه الوتر بعد ذاك السيرفس تنشن في السيرفس بتاع الدروبلت يحصل له breaking. دي بالضبط بعدها بتخلي انه يا اما انه الاويل to form a film around the water دي، بحيث انها يخليها بعدها تكون collected together. For example ده example emulsion، انه الاويل هنا هو ال continuous phase، بعد ذلك الواتر هي ال dispersed phase، فبيحصل انه بتقوم الووتر
droplets بتاعت الواتر اول ما تخش في الاويل بيجي الاويل يعمل ليها كوتينج. لو تلاحظ البلاك هنا كل البلاك ده هو اويل والوايت هي عباره عن واتر عباره عن واتر droplets. دي هنا واضحه. لاحظ انه السيرفيس تنشن في كل الاريا دي حصل له ديسبيرس بالووتر بارتكلز. في الاويل لما يحاول انه تو ريفورم اراوند اتسلف، يعني الاويل في الاريا دي مثلا عايز يتحرك يجي للاويل في الاريا دي، فلكن لما يلقي الدروبليت بتاعت الووتر كل اللي هيحصل انه due to the effect بتاع السيرفيس تنشن الاويل هيعمل الفيلم اراوند الووتر دروبليت اراوند الووتر دروبليت دي، وبالتالي بيعمل كرييشن للإمولشنز. حتى في اخر بيكشر هنا لو تلاحظ انه حتى لما تحاول الدروبليتس بتاعت الووتر انها كواليسينج توجذر بحيث انها تتجمع مع بعض وتشكل لارج دروبليت، الكلمة دي بالمناسبة انا كنت منطوق غلط في المحاضرات اللي فاتت، انا كنت بقول كولسينج لكن هي كواليسين هي الأقرب للصحة. معناها اللي هو الدروبليتس بتاعت الووتر came together عشان to form large droplets بحيث انها تكون more close or complete phase، بحيث انها يحصل لها flowing inside the oil instead of انها تكون dispersed كده وما عندها اي movement وتكون hard to break. لكن ال liquid film او ال oil film الحاصل هنا هو will prevent الفورميشن بتاع اللارج بابل ده. طيب الاستابيليتي بتاعت الامولشن عموما تعتمد على several factors اللي هي نمرة واحد ال difference بتاع density. كل ما كان difference بتاع density عالي كل ما كان tightening بتاع الامولشن عالي. For example عندنا emulsions بتاع heavy oil تفرق عن الامولشنز بتاعة اللايت اويل. ليه؟ مثلا الهيفي اويل الدنسيتي بتاعته في الرينج بتاع 0.85، اللايت اويل او سوري هنا 0.95 مثلا نقول، واللايت اويل هو ما بين 0.75 ده بالنسبة لللايت اويل. الاثنين دي لاحظ الديفرنس بتاع الدنسيتي مع الووتر، الووتر الدنسيتي بتاعتها واحد، فالعكس سوري العكس الصحيح ان اللايت اويل الامولشنز بتكون هارد تو بريك على عكس الهيفي اويل. بعد ذلك نوعية الديسبيرست فيس، هل هو ووتر ولا هل هو اويل اللي هو البارتيكل سايز بالضبط بتاعت الديسبيرست فيس. البارتيكل سايز اذا تذكر قلنا مينلي ديبند على ال quantity. For example إذا كان ال high water cut إذا تذكر كنا بناخد لها هنا دائما بيكون عندنا ال droplet size في الرينج مثلا بتاع 600 micron droplet size. كل ما كان ال high water cut for example في حالة إنه dispersed phase كان water ف هيكبر ال droplet size، هتكون في إمكانية أكبر لأنه يحصل emulsion. بعد ذلك ال viscosity interfacial tension في حد ذاته، وآخر حاجة ال concentration بتاع ال emulsifying agent، يعني هل كمية الأسفلتين الموجودة كمية البرافين أو كمية solids اللي هي entertained في الفلويد الموجودة. طيب كيف ال emulsifying agent بيشتغل؟ نمرة واحد الامولسيفاين ايجنت بيقلل الانترفيشيال تنشن للووتر عشان يخليها تفورم سمول دروبليتس. بعد ذاك بيقوم بيعمل كوتينج للدروبليتس دي. الكوتينج اللي بيحصل ده يخلي الدروبليتس دي totally isolated from each other.
فور اكزامبل اذا مثلنا دي كتمثيل بتاع بولرز، فاذا كان ده بول وده بول، فبنفس الفهم بتاع التشابه وهو التشابه والتضاد بتاع الارقام، هتلقى انه المنصفين ايجن هيشتغل از فور اكزامبل ده هتكون نيجاتيف تشارج مع نيجاتيف تشارج اللي هما بعد ده هيحصل لهم تباعد من بعض، على عكس النورمال بتاع الووتر دروبلتس. النورمال بتاعهم انه واحدة بتكون بلس واحدة بتكون ماينس، بحيث انه يحصل لهم انتر اكشن مع بعض ويحصل لهم تجمع توتالي. فالامالسيفاين ايجنت بيقوم بيعمل بريكنج دي، بحيث انه بعد ده بيسهل انه الدروبلتس تكون ايزوليتد، يسهل العملية بتاعت الكرييشن بتاع الاويل فيلم around the water problem. طيب how to solve emulsion issues mainly by using chemicals called demulsifiers أو demulsifiers، مرات ممكن تلاقيها بالنطق كده، لكن هي chemicals عندها strong attraction لل oil water interface، بحيث انها تقوم تعمل breaking لل emulsifying agent الحاصل ده وتكسر اللينك بتوين الدروبلتس، تعمل فلكشويشن برضو للديسبيرست فيس، او تعمل كوليسنج بحيث انه تجمع الووتر دروبلتس كلها مع بعض تتلم، بحيث انها تكون لارج دروبلت اوف ووتر، بحيث انها ممكن يعني يحصل لها موفينج از سنجل فيس. برضها تعمل ويتنج للسوليدز. الويتنج للسوليدز، السوليدز as long as إن السوليدز كانت dry في إمكانية إنها to act as emulsifying agent بتكون very very high. فالويتنج بتاع السوليدز بيقوم بيقلل الإفشنسي بتاعتها في إنها to act as emulsifying agent. effect تاني اللي هو instead of chemicals ممكن نستخدم الهيتنج. الهيتنج mainly بيلعب على الفيسكوسيتي والديسولفين بتاع البرافين والاسفلتين، بما يعني انه الديكريز بتاع الفيسكوسيتي بتاعه الاويل بيسهل الموفمنت بتاعته، بحيث انه تو ديكريز الكرييشن بتاع الامالسيفاين ايجنتس، والديكريز بتاع البرافين والاسفلتين برضو ديكريز الابيليتي تو كرييت مور emulsions. برضو الهيتنج بالاضافه للتو افكتس ده، الهيتنج ممكن يعمل تو بريك الامالسيونز، تو بريك الاوريدي كرييتد emulsions. الهيتنج ممكن يعمل لها بريكنج ديو تو انه الهيتنج يكسر ال surface tension plus the fluctuation الحاصل due to rapid movement نتيجة لل decrease بتاع viscosity، هيخلي انه to free more water from emulsifying agents. disadvantages اللي هي انك هتخسر جزء من ال light components اللي هي مثلا C1, C2, C3, C4 لحد مثلا C36 plus. لما تسخن دي العملية اللي بتحصل mainly في الريفاينرز، لكن هنا لما تسخن عموما هتقوم كل اللايت كومبوننتس اللي هي ممكن يحصل لها انها تتطاير كلها هتتطاير، اللي هي C1 C2 C3 C4 كلها هتلقاها بتصعب. طيب دي مباشرة مربوطة بدي اللي هي انه هيكون مور هيفير الفلويد الجاي طالع ده نسبة لانه فقد اللايتس كومبوننت. ديل تو جرافز ديل بيربطوا لك العلاقة ما بين التمبريتشر واللوسس بتاعت الاي بي اي او اللوسس بتاعت الفوليوم. فلاحظ انه التشنج بتاع التمبريتشر مثلا من 110 ل 150 تو اولموست بتكون خسرتها 2% من الفوليوم بتاعك بتاع
الاويل ل 33 اي بي اي اويل. فور اكزامبل برضو في حالة الاي بي اي، انت الاي بي اي بتاعك هينقص من 33 هينقص ل 32، ده بس في تسخين بتاع 60 درجة، 60 درجة فهرنهايت. او في حالة انه الاي بي اي 33 محسوبة عند 60 درجة، 60 درجة فهرنهايت. بالنسبة للإكويبمنتس، اول إكويبمنتس عندنا هو الهيتر تريتر. الهيتر تريتر بيستخدم الإفكت بتاع الهيت عشان يعمل بريكنج للإمولشنز الموجودة، وبعد ذلك يحصل كواليسينج للووتر بحيث انها تتجمع كلها مع بعض في اللور بارت ويحصل كوليكشن للأويل. أوريدي تكلمنا عنه فما هنتكلم عنه إضافة تانية. برضو بالإضافة للإفكت بتاع الكيميكالز، الإفكت بتاع الهيت، ممكن يجي الإفكت بتاع الإلكتريسيتي. الإلكتريسيتي تو إنك تريفيرس الإلكترودز بتاعة الأويل والووتر بحيث إنه يكون الووتر دائما كلها أتراكتد تو النيجاتيف إلكترود، والووتر بما إنه هو متعادل فما حيكون عنده أي إفكت. فديو تو الدنسيتي إفكت اللي هو ديو تو الجرافيتي إفكت نتيجة للدنسيتي اللي هو بتاعة الأويل، الأويل حيتصعب في الجزء الأعلى. بعد ذلك هو ممكن يكون AC أو AD أو DC الكتروستاتيك ديبند على الفيلد ابلكيشن. طيب بالنسبه للتريتمنت سيستم بتاع البروديوس ووتر، هو مينلي ديبند على ال ممكن نقول عليها سوري ممكن نقول عليها الدمبينج مثلا. ممكن نقول عليها dumping أو disposal أحسن. التريتمنت بتاعة الووتر سيستم mainly معتمد على disposal factors. لو disposal for example عايزين نعمل disposal للووتر دي وين؟ إذا في الأوفشور فلازم إنه الهيدروكربون content الفاينل ما يكون أعلى من 15 ملي جرام تو 50 ملي جرام لكل لتر depending على الـ specific location. يعني في مثلا locations في الغالب بتكون في الريف اللي هي أقرب للحيط البحري، فممكن الـ requirement تكون أعلى من كده، أو كمان شنو حسنا مرات ممكن تكون prohibited totally due to مثلا إنه ممكن تأذي الـ environmental area around the reef. المشكلة الثانية هي في حاجة تانية ما موجودة هنا لكن اسمها biological oxygen demand BOD. biological oxygen demand هو الكمية بتاعت الأكسجين الموجودة في الووتر دي، وهاو انها هتأثر على الاكسجين الاوريدي ديسولفد في السي ووتر، لانه الكائنات البحريه في النهايه هي بتحتاج لنسبه معينه من الديسولفد اكسجين في الووتر. اذا في اي ايجنتس او في اي كيميكلز ممكن تاثر على النسبه بتاعه البي او دي الجايه من البروديوس ووتر، هتاثر على البي او دي الموجوده اوريدي في السي، ففي فاكتر في رقم معين للكنترول بتاع القيمة. إذا زادت البروديوس ووتر قيمة البي او دي في البروديوس ووتر عن رقم معين، فده هيحتاج انها تكون to be treated more to meet الريكويرمنت بتاع البي او دي disposal. بعد ذلك في حالة الانشور عندنا two options، هل هي هنعمل لها
injection inside the well, for example في الwater flooding. Water flooding. ولا دي فلورين. ولا هنعمل ليها evaporation يعني من السيرفيس to be evaporated by الصم. بعد ذلك دول كلهم depend على نفس الفاكتورز، ممكن الهيدروكربون كونتنت او في فاكتور ثاني اسمه تي دي اس توتال ديسولف سولتس، لانه هنا الووتر ما بتاذي كائنات حيه مباشره بالافكت زي الافكت بتاع البيو دي، لكن الووتر هنا بتاذي الاريا بالذات، بتاذي البلانتس مثلا، او ممكن إذا كان بشكل الـ evaporation pump، فالـ evaporation pump مثلا بتكون في الرينج بتاع 10 متر الـ depth بتاعها، لكن المياه الجوفية ممكن مثلا تتلاقي لحد في الرينج بتاع مثلا من 10 متر لحد مثلا نقول 50 متر. إذا في أي deposition بتاع solids من الـ bed بتاع الـ evaporation pump دي نسميها EP evaporation pump. إذا في أي deposition بتاع solid أو في أي seepage بتاع water للمياه الجوفية، ده ممكن يعمل high contamination للمياه الجوفية وتسبب في مشاكل كبيرة جدا جدا. هاليبرتون تقريبا في الإكوادور في سنة 2011 مورمة almost 13 بليون دولار بسبب انها عملت كان كونتامينيشن للمياه الجوفيه اراوند فيلد في الاكوادور، ما متذكر بالضبط اسم الفيلد شنو، لكن كان الرقم هو 13 بليون دولار. لاحظ ان القيمه دي مقارنه بالكونتامينيشن الممكن حيحصل حيكون حصل للمياه الجوفيه في الاريا. البرايمري تريتمنت بتشمل السكيم تانكس، سكيم فيزل، سي بي اي، الكروس فلو سيبريتر، كل واحد فيهم حنجيبه براه. بعد ذلك ممكن يكون برضه في سكندري تريتمنت نفس اليونتس بس اس سكندري تريتمنت. المين تريتمنت او البري تريتمنت هي الجرافيتي سيبريشن مينلي. طيب الإكويبمنتس قلنا نمرة واحد هي الجرافيتي سيبريشن. الجرافيتي سيبريشن مسؤول عن إنه تعمل إنه تريموف من 100 ل 150 مايكرون دروبلت سايز، اللي هو يكون في الاي بي اي سيبريترز، السكيمرز، ديسبوزال بايلز، سكيم بايلز. بعد ذلك البليد كواليسنت دي مسؤولة عن إنها تعمل ديسبيرس 30 ل 50% دروبلت سايز، وهي برضو ممكن نلقاها في الكروس فلو سيبريتر، الميكس فلو سيبريترز، كوريجيتد بلين انترسبترز اللي هي دي السي بي اي، وهكذا بالنسبه لكل التابل. ده تيبيكال اكزامبل للبروديوس ووتر تريتمنت سيستم، اللي هي يبدا من البرايمري تريتمنت، بعد ده السكندري تريتمنت، الكلين ووتر مباشرة بتمشي للديسشارج، بعد ذلك إذا في أي ديسبيرست أويل مع الووتر دي بيجي راجع تاني للريكفر تانكس بتاعة الأويل ويرجع للسيستم، اللي هو يرجع للسيستم من هنا، يرجع للأويل تريتمنت سيستم تاني. بعد ذلك إذا في أي ووتر جاية تاني راجعة ممكن تاني يحصل لها training، تاني تجي راجعة للدسشارج إذا هي meeting requirement. ده example للسيتلينج تانكس، اللي هي السيتلينج تانكس mainly to disperse الـ solids و to remove أكبر كمية ممكنة من الـ oil من الوتر. الديزاين بتاعه هو اشبه بالفيرتيكال سيبريتر، لكن
مع بعض الفروقات، اللي هي نمرة واحد ما عندنا النت دايفرتر هنا، لأنه مينلي ما بنعتمد على الإمباكت بتاع الفلويد، لا عندنا سبريدر. سبريدر اللي هو عبارة عن رشاش بحيث إنه يحصل فيه بريكن لأكبر كمية ممكنة من الإمالشنز. إذا في أي غاز ممكن بعدها يحصل له إيفابوريشن عن طريق سيمبل ميست إليمينيتر. هنا دي ما نفس الميست إليمينيتر بتاع النورمال سبريدر، لكن هنا دي سيمبل لأنه الكميات الموجودة بتاعة الغاز دايما بتكون سيمبل. طيب غير الكولكشن بتاع الووتر، دايما اللور بارتس من الفيزل بيكون مسؤول من الكولكشن بتاع السام. الهوريزونتال سكيمر هو نفس الفهم، بس ميزته الأساسية انه ممكن نضيف فيه بافلز بحيث انها تعمل مور ستريتن للفلو، اللي هي اللامينر فيرسز التيربولنس ايشو ديك، اذا تذكروا، بحيث انها تخلي الفلو مور ستيبل، تدينا مور ابيليتي تو سكيم اويل فروم السيرفيس بتاع vertical versus horizontal mainly مربوطة بالساند بارتكلز، انه الفيرتيكال سيبريتر او الفيرتيكال سكيمر هنا هيكون عنده امكانية more to handle sand than الهوريزونتال، على الرغم من انه الهوريزونتال هو more efficient في التريتمنت بتاع الووتر. السبب هو الكاونتر كرنت، لانه في حالة الفيرتيكال هتلاحظ انه اذا عندنا اي دروبلتس بتاعت اويل فهي لازم تمشي في الاتجاه العكسي، لكن في حالة الهوريزونتال فالدروبلتس بتاعت الووتر بتاعت الاويل سوري اول المسافة اللي هتحتاج انها تمشيها ما هتكون عالية، في الغالب هي كلها بس هتتجه للاتجاه بتاع السكيمين. المين بوينت هنا من الكاونتر كرنت للووتر للووتر فرو. الايشو الثاني برضه الليكويد سيرفس. الليكويد سيرفس قلنا ديو تو انه الووتر تري الهوريزونتال هيكون عنده هاي ليكويد او الارتفاع بتاعه عالي، فهو الليكويد سيكشن بتاعه دايما بيكون عالي، فده بيدينا ما بيحصل الامكانية ما يحصل السيرش. على عكس الهوريزونتال سيبريتر انه السيرجين سيكشن بتاعه دايما بيكون very very small. طيب البليت كواليسرز هي الميزة الأساسية بتاعتها إنها البليتس بتعمل كواليسنج للدروبلتس بتاعت الأويل أو الدروبلتس بتاعت الدروبلتس بتاعت الأويل سوري، بحيث إنها تتجمع من سمول دروبلتس. لاحظ هنا إنها هي كلها سمول، بعد ذلك اتجمعت كلها مع بعض لحد ما تصل لمرحلة انها تبقى big droplets وتتجه ليه تتجه للسيرفس. النوعية دي دايما هي اسمها barrel plate، بحيث انها دايما بتكون قاعدة في اتجاه موازي لبعض زي ما قاعدة هنا. العملية هنا اشبه هي بالسكيمين، بحيث انها السيرفيس بتاع الكواليسنج بليت ده هو اللي هيعمل سكراتشنج للاويل دروبلتس ويخليها كلها قريبه من بعض. غير البارلل عندنا ثانيه اللي هي الكوريجيتد بليت انترسبتر. الكوريجيتد بليت انترسبتر او اخر واحده اللي هي الكروس فلو انترسبتر او الكروس فلو سيبريتر. البليت كواليسرز دائما عندها إمكانية إنها تدينا لحد 30 مايكرون. بالنسبة للبارل بليت انترسبترز دي الوضعية بتاعتها، في الغالب بتكون هي في شكل بارل للانجتيود بتاع الأكسس أو الانجتيود بتاع الاي بي اي سيبريتر، لكن ميزتها الأساسية هنا إنها ممكن تكون to be installed inside accelerator، يعني ما ضروري إنها تكون standalone visible، على عكس
الكوريجيتد بريد انترسبتور. كوريجيتد من اسمها هي فيها التعوجات دي دايما بزاوية 45 درجة عشان تساعد على انه تفورس الووتر انها دايما تكون موفين داونورد وتو موف الاويل من اريا تو اريا افتر بين كواليسيت او افتر بين كولكتد توجذر لحد ما يحصل له لحد ما يحصل له موفمنت. في الغالب برضو بيكون فيها جاز اوتلت بس فور سيفتي فور سيفتي ايشوز. الستريم ما تكلمت انا عن نوع الستريم لكن عموما احنا من بدينا التريتمنت سيستم فبدينا الووتر تريتمنت سيستم فكل الستريم الجاي داخل هنا هو عباره عن ووتر بيور ووتر او ووتر معاها اويل as a small amount of oil. يعني مثلا ممكن يكون 10 بي بي ام او 100 بي بي ام depend على treatment system. يعني دي المويه بعد ما حصل لها treatment بكل المراحل دي لكن still فيها amount of oil عشان to meet the disposal requirement لازم to treat it more. ال CBI او الكوريجيتد بليد انترسبتر دايما بيكون عندها فايبر جلاس معاه ستيل فريم اكتنج از سكوير فيزل هو شكلها لو تلاحظ لها يعني في الجزء التحت ده. بعد ذاك دايما هي في الغالب بتكون اخر مرحله للووتر تريتمنت في حاله انه التريتمنت سيستم كان مور افيشنت بتكون اخر منحرة منها الووتر بتمشي لحاجة اسمها الووتر انجكشن تانك WI تانك. من الووتر انجكشن تانك اللي هو بعد الووتر هتمشي مباشرة للانجكشن ويلز اللي هي في بمب هتسحب من الووتر انجكشن تانك وتعمل انجكشن انسايد الووتر inside the injection well. الكروس فلو ديفايس هو عبارة عن CBI corrugated blade interceptor لكن الميزة الأساسية بتاعته هنا انه الفلو بتاع الووتر بيكون horizontal بالنسبة للأكسس بتاع الكوروجيشن هي هنا ما بيحصل forcing للداونورد فلو بتاع الووتر. دي بتدينا إمكانية لأنه يحصل إنه نخلي الـ water يحصل لها أو نخلي الـ plates دي سوري إنها تكون في deep angle زي أنا 45 درجة بتاعت الـ CBI. الـ deep angle دي بتدينا إمكانية إنه to facilitate sediment removal. الـ CBI لو لاحظت عليها 45 درجة دي ممكن تأثر على إنه يكون عندنا more sediments يحصل لها precipitation inside the CBI ذاته. لكن ال more angle أو more horizontal flow للwater plus ال deeper angle بتاعت ال plate بتخلي إنه يكون عندنا ability to handle more or to remove more solids. الادفانتجز بتاعت البليت عموما انه نمرة واحد المينتنس بتاعته دائما very little لانها في النهاية هي بليتس بس بتعمل coalescing للwater droplets او للoil droplets سولي تلمها على بعضها عشان تعمل لها skimming. نمرة اثنين برضو size والweight بتاعها very small مقارنة بالskin vessels. عدك هما simple و inexpensive بحيث انه الفابريكيشن بتاع ممكن يكون في اي industrial area. يعني لو تلاحظ انه ده بس شكل البليتس هي بتكون باكس يعني بتكون كذا باك مع بعض معمول لها vessel بس دي بكل بساطة بشكل البليتس. بعدك بيكون فيها inlet و outlet للأويل
للوتر. ما فيها موفين بارتس مثلا للسيبريترز، ما فيها اي ريكويرمنت لباور للهيتر تريترز مثلا او للالكتروستاتيك تريتر. ايزي تو انستول، يعني ما عندها اي تكنيكال ايشوز في الانستوليشن، بس انه ممكن بس من الانلت بتاع الوتر للاوتلت بتاع الوتر والاوتلت بتاع الواير بس. في نوع تاني اللي هو اسمه البريسيبيتاترز. البريسيبيتاترز من الاسم مسؤولة عن انها تعمل لنا بريسيبيتاشنز للساند او لمثلا الفايبروسيس ماتيريال الموجودة مع الاويل. فايبروسيس ماتيريال دي مثلا ممكن تكون اي حاجة طالعة من الكومبليشن او طالعة من الفورميشن، طلع من الفورميشن في حد ذاته. الفلترز دي هي عبارة عن اكسلسيور ماتيريال في الغالب، اللي هي عبارة عن مش حاجة اشبه بالغرابين، بحيث انها تعمل فلترينج لكل الساند الموجود او لكل الماتيريالز الموجودة دي وتلمها تعمل لها كواليسين مع بعض، يحصل لها سبيس او يحصل لها بريسيبيتيشن في البوتوم بتاع الفلتر ده. بالنسبه للاس بي باكس او عموما اسمها فري فلوتر بلانت كواليسرز، هي المين بوينت بتاعتها انها تو كوز تير بلانتس عشان تؤلهم مور مور دروبليتس اوف اويل تو بي تو بي coalesced together to be removed from from the water. The turbulence دي بتجي عن طريق إنه to create a bath أو bath inside the gravity section ده، بحيث إنه the movement بتاع the water بيحصل له shifting و changing، ده بيسبب the turbulence دي. The turbulence بعد ده هي بتعمل عملية أشبه بنفس الفهم بتاع الطرد المركز ذاك، لكن كأنه بيحصل fluctuation للستريم والdispersed oil الموجود مع الوتر، وبكده بيحصل له separation من الemulsions أو من الوتر في حد ذاته. طيب بكده دي تقريبا معظم الديفايسز المهمة جدا. الباقي هو عبارة عن حاجات اكسترا اللي هي شغل الغاز ديهيدريشن، دي كلها اخدوها ك اكسترا انفورميشن بس ما مسؤولين منها بعدين في الامتحان. يعني الشغل الرسمي المسؤولين منه في الامتحان ولحد هنا، لحد الاس بي باكس او الفروف او الفري فلو تيربلانس. باقي لنا محاضرة اخيرة اللي هي عن الفلو اشورنس برضه، لكن برضه ما داخله في الامتحان لان حاجه اول مره تدرس، هناخدها بس ك برضه كاكسترا انفورميشن، لكن الامتحان لحد النقطه دي.